عن بيان العفو الدولية ومؤتمر الاستثمار وطريقة تعامل الاتحاد الأوروبي ودوله التي يفترض أنها تحترم حقوق الإنسان مع نظام السيسي. أرحب بضيفي عبر الهاتف السيد أحمد عبد ربه، مدير منتدى الحوار من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا بك، مساء الخير عليك وعلى جمهورك العزيز. مساء النور يا فندم. كيف تقرأ ما جاء في بيان أمنيستي انترناشنال بخصوص الاتحاد الأوروبي وصفقة تمويل أو دعم النظام المصري؟ المنظمة في بيانها كانت واضحة شديدة الوضوح أن هناك انتقادات تقدم للاتحاد الأوروبي حوالين مسألة دعم مصر بهذا الشكل الغير مسبوق لدولة من خارج الاتحاد الأوروبي رغم استمرار الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان. احنا عايزين نأكد على أكثر من نقطة، هل هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر؟ بالتأكيد هناك انتهاكات مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات ضد المصريين وضد الشعب المصري، خاصة الصحفيين والسياسيين والمعارضة أو أي حد يقول كلام مخالف للسلطة ورواية مختلفة عن رواية السلطة. هل هذا أو هذا الانتهاك بنفس المقدار بنفس الطريقة؟ لا، نقدر نقول في السنتين الأخرى أن الأمور تحسنت بعض الشيء. تحسنت مش معنى أن بقت مثالية، لكن بدل ما كان القمع مثلا 70% بقى 60%، فده يعتبر تحسن لكن مستمر في مسألة الانتهاكات وقمع برضو الأصوات المخالفة وإلى ذلك. انتقاد المنظمة أو محاولة طرح المنظمة الاتحاد الأوروبي يجب أن يعني يستخدم ورقة حقوق الإنسان كورقة الضغط أو كشرط، وده واحدة من معاييرهم. الحقيقة هنا محتاجين نفهم الاتحاد الأوروبي غير طريقة تعامله ليه، لأنه أنا عندي سببين. السبب الأولاني أنه يرى أنه انهيار نظام الاقتصاد في مصر أو أن الأزمة في مصر تزيد عن الحد، ده هيزيد من تدفقات اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي القادمين من مصر، سواء من المصريين أو اللي هيمروا عبر مصر. فبحسبة بسيطة، حسبة التكلفة بشكل براجماتي للاتحاد الأوروبي، النهاردة لو أنا هدعم مصر بمليار يورو بخمسة مليار يورو، أفضل ولا أنه يوصلني عن طريق مصر من المهاجرين واللاجئين مليون مهاجر؟ تكلفة المليون مهاجر أو المليون لاجئ اللي بيوصلوا عبر الشواطئ على الاتحاد الأوروبي كله عشرات المليارات من اليورو، ما هياش مليار ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة. بشكل برغماتي لا، خليني أحافظ على الاستقرار في مصر بدل ما الأوضاع الاقتصادية تتطاقم ونرى تدفق اللاجئين عبر مصر للاتحاد الأوروبي وتكلفة ده هيبقى أكبر علينا من احنا النهاردة نحاول نساند الاقتصاد المصري. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما قبل 7 أكتوبر غير ما بعد 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر بدا للعالم للمعسكر الغربي للولايات المتحده الامريكيه واوروبا وغيرها من هذه الدول انه مصر نقطه ارتكاز مهمه في الشرق الاوسط، وانه مصر لو مش مستقره والاستقرار الاقتصادي نقطه مهمه جدا، لا الاوضاع هتبقى سلبيه وسيئه على استقرار المنطقه كلها، ويجب شويه محاوله ارضاء مصر للسيطره او محاوله يعني دعم الاستقرار ودعم السلام وعدم يعني توسع دائرة الحرب. طيب، ولكن عفوا استاذ احمد، عفوا على المقاطعة، يعني النقطة الأولى اللي تفضلت بها الحقيقة أنا أتفهم هذه النقطة وهذا التحرك البراغماتي عندما نتحدث عن نظام ديكتاتوري، نظام لا توجد هناك مؤسسات تحاسبه أو تسائله، لا يوجد إعلام يتحدث عما يتخذ من قرارات، وبالتالي يتحرك بما يخدم مصالحه. أما دول الاتحاد الأوروبي فلديها برلمانات ولديها قيم ولديها مبادئ ولديها إعلام مستقل يحاسب ويتحدث عن ملف حقوق الإنسان، وهو ملف ليس بالملف الهين في دول الاتحاد الأوروبي. ولذلك السؤال هنا، البراغماتية والمصالح للساسة الأوروبيين مقابل القيم ومجالس النواب والإعلام، أيهما يغلب في هذه المعركة؟ البراغماتية تغلب، واليمين المتطرف يزيد نفوذه في أوروبا كلها، وده بشكل واضح بيحدث من خلال الانتخابات الأخيرة وفي السنوات الأخيرة اليمين بيزيد، ومع زيادة نفوذ اليمين المتطرف داخل أوروبا هتزيد البراغماتية في المصالح الخارجية عنها عن القيم الليبرالية أكثر، القيم الخاصة باحترام حقوق الإنسان. ده مسألة رقم واحد. مسألة رقم اثنين، إنه ده الناس هتفسر ده بشكل داخلي، هيفسر ده لإعلامه الناس إنه إحنا أمام خطر والاستقرار في هذه المنطقة يتطلب مننا دعم هذه الدولة، وفي نفس الوقت هيضغط على الحكومة المصرية أن تقدم بعض التنازلات، فيظهر المشهد اللي إحنا شايفينه من حوالي عامين، فتح الباب للحوار الوطني
المزيد من مساله الافراجات عن بعض المعتقلين السياسيين، فتح المساحه ربما لعوده بعض المعارضين في الخارج، فيبدو ان هناك اصلاحات اقتصاديه علشان حتى الساسه الاوروبيين يقدروا يواجهوا برلماناتهم ويواجهوا الراي العام عندهم انه لا مصر بتتحرك. عشان كده انا ذكرت اول الكلام انه مستوى القمع قل، ما بقاش بنفس المعدلات السابقه، مش افضل حال طبعا، مش افضل حال، لكنه بيقل. ومستوى، وحتى لو بشكل شكلي تدعي فيه الحكومة أو تبدو فيه الحكومة وتبدو فيه السلطة أن بتفتح مساحات للحوار، بتفتح مساحات للإصلاحات، ده هيساعد الأوروبيين والأمريكان أن هم يقدموا المزيد من المساعدات بغير أو يعني، وبرلماناتهم زي ما حضرتك ذكرت ما يعترضوش بالشكل يعني التقليدي على مثل هذه المساعدات. طيب، قبل 7 أكتوبر كانت الحقيقة موجة الانتقادات الغربية في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة الأمريكية تجاه النظام المصري وقمع حقوق الإنسان كانت متزايدة، على الرغم من وجود الحوار الوطني وبعض الإفراجات من لجنة العفو الرئاسي، لكن الحقيقة كان الكل بيتكلم عن مشاكل متعلقة بأسماء بعينها داخل السجون. لكن زي ما قلت، بعد 7 أكتوبر خفت تماما صوت التعامل مع حقوق الإنسان أو انتقاد حقوق الإنسان. تقارير كالتي تقدمت بها أمنيستي إنترناشونال قبل يومين من مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، برأيك هل تعيد إحياء ملف حقوق الإنسان في مصر أوروبيا وغربيا مرة أخرى، ولا لا خلاص بعد 7 أكتوبر كل شيء تغير؟ لا، مسألة التغير مش تغير دائم، هو تغير ارتبط بلحظة معينة العالم فيها شهد تغير جذري وكبير في حتى في مسألة احترام حقوق الإنسان لدى المواطن الفلسطيني. يعني خلي بالك أنه الحكومات الغربية مواقفها في مسألة دعم حقوق الإنسان ظهرت أنها ربما تكون مواقف سياسية أكتر منها من مواقف قيمية. لما تشوف كل المشاهد اللي بتحصل ضد الفلسطينيين من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت الحكومات الغربية بتدعم الإسرائيليين، ده شوية كشف من وجههم أمام العالم، اللي هو أنت إزاي بتكلمني عن الحقوق الإنسان وأنت لا تطبقها ولا تدعمها بشكل حقيقي لما يكون الأمر متعلق بإسرائيل. دي من ناحية. من ناحية تانية، فطبعا الموقف هنا تراجع شوية. من ناحية تانية، هي بدأ أنه برضو مسألة حقوق الإنسان تستخدم كأداة للضغط على النظم السياسية أكتر منها مسألة قيمية. معنى إذا أنت كنت حليف، حتى لو كنت ديكتاتور مهما كان مستوى قمعك لشعبك، بس انت حليف استراتيجي ومهم ليا، خلاص نتجاوز عن المخالفات طالما احنا مستفيدين منك في اطار تحالف، طالما ان هذا التحالف كمان يدعم مساله الاستقرار وامن وسلام المنطقه بالذات الشرق الاوسط. انما لو انت كنت ديمقراطي جدا لكن عملت بعض المخالفات لكن مش حليف، هبدا اتلكك لك على هذا الامر. المسائل دي والمفاهيم دي بدات تترسخ وتظهر عند الناس. طب تاني، عشان ما بعدش عن السؤال، ما بعد 7 اكتوبر، ما بعد 7 اكتوبر ما لحظه فارقه مهمه هتحدث تغيير في المشهد، لكن بعد شويه من ان الناس تألف ما يحدث وتبدا اللحظه دي تنقشع او تقل يعني تاثيرها الصادم اللي حصل، اهي ده يرجعوا تاني، ترجع المؤسسات بالذات امنيستي طول الوقت بتاخد مواقف شويه ايجابيه وجيده في هذا المساله، في هذه المساله هتلاقيهم يرجعوا يطلعوا بيانات ويطالبوا الاتحاد الاوروبي، وبعدين الاتحاد الاوروبي يبدا برضه يتفاعل والبرلمان الاوروبي يتفاعل، وربما ترى نواب في البرلمان الاوروبي قريبا هم بيؤيدوا مطالب امنيستي، وهتلاقي المشهد يرجع تاني، بس مش يعني زي السابق، بس مش نفس الدرجه، بشكل تدريجي شويه. أشكرك شكرا جزيلا. عبر الهاتف أحمد عبد الرب، مدير منتدى الحوار من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.